قام وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم بزيارة ميدانية شملت منفذ العبدلي ومنفذ النويصيب ومنفذ السالمي ومركز الخيران الساحلي التابع للإدارة العامة لخفر السواحل بقطاع أمن الحدود، وذلك للتأكد من الجاهزية والاستعداد خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية. ونقل الوزير خلال الزيارة تحيات وتهاني القيادة السياسية لمنتسبي الداخلية بعيد الفطر السعيد، مشيدا في الوقت ذاته بتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن ذويهم وأسرهم، وذلك لخدمة الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتقبل طاعتكم إن شاء الله وعيدكم مبارك. ما في شك بأن بعد صلاة العيد كلفني سيدي حضرة صاحب السمو لما كنت في معيته في صلاة العيد أن أنقل تباريكه وتحياته وأعجابه بإخواننا العاملين على المنافذ الحدودية، خاصة وأن الآن مسؤوليات الجمارك تقع على عاتق وزارة على عاتق وزير الداخلية. فاجتمعنا مع أخواننا في الجمارك نعايد لهم وننقل تحيات وتبريكات سيدي حضرة صاحب السمو، وأخواني في الداخلية كذلك سواء كانوا في المنافذ أو كانوا في المراكز الحدودية، وهذا واجب وحق. فلذلك اهتمينا بالقيام في زيارتهم ونقل المباركة لهم في أول يوم العيد. تشرفت بالصلاة مع سيدي حضرة صاحب السمو، وينقل لكم تبريكاته في العيد، وينقل لكم تحياته وإعجابه فيكم. صار لكم سنة الآن وثلاث شهور وانتم مواظبين على أماكنكم ومواقعكم وتداومون 12 ب12 ساعة، فبارك الله فيكم، وهذا اللي يفرح سموه. اللي قلت حق اخوانكم اللي رحتهم وزرتهم اليوم، عقب الصلاة وصاني اني اوصل التبريكات لكم انتم في العيد واعجابه فيكم يا اخواني في الداخلية واخواني في الجمارك. صار لكم سنة وثلاث شهور الان وانتم هذا دوامكم، فقلت لسموه الله يحفظه، قلت له من اجل البلد طال عمرك لا تحاتي ولا 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 تشيل هم، تراهم كفوا وقد المسؤولية ويتحملون الامانة ويفتخرون بأنهم يسوون يدون واجبهم بأكمل وجه. فبارك الله فيكم والله يعطيكم الصحة والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إن شاء الله في أعمالكم. فمرة أخرى بارك الله فيكم وعساكم من عواده وعيدكم مبارك.